سجلت شركة تسلا صافي أرباح بلغت 1.62 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي فاقت توقعات المحللين، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تتجاوز أرباحها الربعية المليار دولار، وتمثل زيادة بخمسة أضعاف تقريبا عن 331 مليون دولارا في الربع الثالث من العام الماضي. وتأتي الأرباح القياسية مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية من مبيعات السيارات بنسبة 30.5% و26.6% بشكل عام، وكلاهما يمثل رقما قياسيا في الأرباع الخمسة الماضية على الأقل، وذلك على الرغم من النقص العالمي في الرقائق وقيود سلسلة التوريد التي أثرت على الصناعة. هذا وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 57% خلال الربع الثالث إلى 13.8 مليار دولار، وهو أقل بقليل من توقعات بلومبرغ التي جاءت عند 13.9 مليار دولار. تدرس شركة باي بال هولدينغز إمكانية الاستحواذ على شركة بينترست للتواصل الاجتماعي، وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ فإن باي بال التي تتخذ ولاية كاليفورنيا مقرا لها تواصلت مؤخرا مع المسؤولين في بينترست بشأن الصفقة المحتملة، مشيرة إلى أن المشاورات تضمنت سعرا عند حوالي 70 دولارا للسهم، وهو ما سيقدر قيمته بنحو 39 مليار دولار. تراجعت أرباح IBM خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 33% مسجلة 1.13 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وحققت شركة التكنولوجيا الأمريكية إيرادات أضعف من المتوقع عند 17.6 مليار دولار ومقابل توقعات 17.8 مليار دولار، وجاءت ربحية السهم بنحو 2.52 دولارا مقابل توقعات بنحو 2.50 دولارا. وتتوقع IBM أن تطرح وحدة البنية التحتية المدارة من Global Technology Services تحت اسم Kindle في أوائل الشهر المقبل. تراجعت مبيعات كارفور في فرنسا مع إعادة فتح الاقتصاد والاتجاه لتناول الطعام خارج المنزل وانحسار التسوق من محلات التجزئة. وقالت الشركة إن مبيعات متاجرها في فرنسا أكبر أسواق كارفور قد تراجعت بنسبة 0.3% في الربع الثالث مع استبعاد تأثير أسعار البنزين وتغيرات التقويم المرتبطة ببعض الأوقات من العام. ورغم توافق التراجع مع تقديرات المحللين إلى أنه يوضح بسبب تعرض ألكسندر بومبارد الرئيس التنفيذي للشركة لضغوط من أجل الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو استكشاف خيارات أخرى. رفعت شركة HP توزيعات الأرباح السنوية مع تقديم آفاق أفضل من التوقعات لأدائها المالي في عام 2022. وقررت شركة التكنولوجيا الأمريكية زيادة التوزيعات النقدية السنوية على المساهمين بنسبة 29% لتصل إلى دولاراً واحداً لكل سهم، وتوقعت تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة لا تقل عن 4.5 مليار دولار في العام المقبل، موضحة أنها تخطط لإعادة 100% منها إلى المساهمين. كانت هذه مجموعة من أبرز أخبار الشركات لهذا اليوم.